26 من أبريل اليوم العالمي للملكية الفكرية، مناسبة سنوية تحييها المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة بهدف زيادة التوعية عن كيفية تأثير براءات الاختراع وحقوق النشر والعلامات التجارية في الحياة اليومية، وبهدف تشجيع الإبداعات والمساهمات التي يقدمها المبتكرون لتنمية المجتمعات حول العالم. فالمنظمة العالمية للملكية الفكرية تجدد التزامها اليوم في حماية مجموعة واسعة من الابتكارات وحتى الإبداعات، أبرزها حق المؤلف، هذا الحق الذي يشمل الكتب والموسيقى واللوحات الزيتية والمنحوتات والأفلام، وصولا إلى البرامج الحاسوبية والإعلانات والخرائط الجغرافية وغيرها من المصنفات الفنية والأدبية. كذلك تحمي المنظمة الدولية براءة الاختراع عبر كفالة حق المخترع في البت في إمكانية استخدام الغير لاختراعه، وتشجع المنظمة على حماية تصاميم العلامات التجارية بما أنها تميز سلع الشركات وخدماتها عن غيرها. شعار اليوم العالمي للملكية الفكرية هذا العام هو تمكين التغيير عبر دعم المرأة في الابتكار والإبداع. المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية فرانسيس جيري أعلن أن مستوى مشاركة النساء في الابتكار والإبداع ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، لكنه لا يزال أدنى من المستوى المطلوب، إذ بلغ معدل طلبات النساء لحماية براءة الاختراع وفق نظام الملكية الفكرية العالمي 17% فقط منذ عقدين من الزمن. أما اليوم فالنسبة في ارتفاع، إثبات نحو ثلث مجموع طلبات البراءات الدولية يتضمن امرأة مخترعة واحدة على الأقل، زيادة يثنى عليها لكنها لا تزال أدنى من مستوى المساواة بين الجنسين الذي تطمح إليه المنظمة العالمية للملكية الفكرية والأمم المتحدة بالمجمل. موضوعنا في هذا النهار المميز الملكية الفكرية، نتابع هذا الموضوع الليلة بكل جوانبه مع ضيفنا من عمان رئيس مجلس إدارة أبو غزالة للملكية الفكرية السيد طلال أبو غزالة، هو ينضم إلينا الآن. أستاذ طلال أهلا بك معنا في سكاي نيوز عربية، كنتم أول من أسس بل وضع لنقل أسس الملكية الفكرية وحقوقها. في هذا اليوم الذي يحتفل العالم به بالملكية الفكرية، هل أنتم راضون إلى ما وصلت إليه الملكية الفكرية في العالم؟ شكرا جزيلا لاهتمامكم بهذا الموضوع الهام، لأن الملكية الفكرية ليست فقط لحماية الحقوق، هي الطريق والأساس الذي تبنى عليه الإبداعات وصنع المعرفة والتطور بكل أشكاله في العالم. نحن كمجموعة طلال أبو غزالة والتي يرأس ويقود نشاطاتها لؤي طلال أبو غزالة، باعتبارنا المؤسسة الأكبر على مستوى العالم ونقود هذه الثورة المعرفية المتعلقة بالملكية الفكرية، نعتبر أن اهتمامكم بهذا الموضوع يدل على إبداعكم وإبداع محطتكم. شكرا. أنا من حيث الرضا على ما وصلت إليه، من حيث الرضا أنا راضي فيما يخص كل حقوق الملكية الفكرية الوضعية، أي في العالم الحقيقي. إنما هنالك نقص، ونقص شديد، في قوانين تنظم حقوق الملكية الفكرية في الفضاء. وأنا لتبسيط الموضوع أقول مثلا أن أكبر شركة في الدنيا اليوم جوجل تبيع معرفة، لا تبيع سلع ولا خدمات ولا اختراعات، هي تبيع معرفة وبأسلوب جديد وعبر الفضاء وبدون حدود وبدون أن يدفع المشتري رسوما، لأن المعلن يدفعها عنه. ولذلك يجب أن، وطلبت ذلك وبحكم كوني خدمت على المجلس الأعلى الاقتصادي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في جنيف، أطالب وطالبت بأن نضع نظاما جديدا واتفاقية جديدة
تحمي حقوق اختراع المنتجات المعرفية. المنتج المعرفي هو منتج جديد، ليس سلعة وليس بضاعة، إنه منتج اسمه منتج معرفي. وهنا مع هذا المنتج الجديد، منتج المعرفي، سيد طلال، أسألك عن مدى وعي الرأي العام العربي تحديدا، بما أنه اليوم نتحدث في عالمنا العربي، عن أهمية الملكية الفكرية، خصوصا بعد هذا التطور الذي يعيشه العالم الافتراضي كما سبق وذكرت لنا. أنا أقول أنني سعيد جدا بهذا الوعي على مستوى الوطن العربي، وللأمانة يجب أن نقول أن جميع الدول العربية دون استثناء، ونحن نمارس حماية حقوق الملكية الفكرية في كل العالم في أكثر من 100 مكتب، إنما الدول العربية جميعها ملتزمة بتشريعاتها في قوانين الملكية الفكرية التي نظمتها المنظمة العالمية الفكرية. الوعي يأتي من خلال ما تتفضلون به في سكاي نيوز، يأتي من خلال الندوات والدورات التي عقدتها مجموعتنا بهذه المناسبة مع القطاعات المختلفة في الوطن للتوعية بأهمية الملكية الفكرية. الملكية الفكرية هي كما سماها فرانكلين روزفلت، هي الزيت الذي يلهب نار الإبداع، أي أن الاختراع والإبداع لا يمكن أن يزدهر وأن ينتج عنه منتج تسويقي إذا لم نقم له نظاما يحميه. مثلا خذ في مجال الأدوية، في مجال الأدوية سيدتي قد تصرف مؤسسة مليار دولار لإنتاج دواء إلى أن يصبح قابلا للتسويق، فكيف يمكن أن تستثمر هذا المبلغ إلا إذا أمننا نظاما لحماية الملكية الفكرية يحقق لها أن تستفيد مما استثمرت فيه تجاريا. فلذلك أقول، والأوروبيين على فكرة أنا في مؤتمرهم يقولون أن الدافع الاقتصادي والمحرك الاقتصادي هو نظام حماية الملكية الفكرية. أستاذ طلال، سؤال المشاهد اليوم الذي يتابعنا، من يحمي المؤلف أو الاختراع أو الفكرة كما وصلنا اليوم؟ هل هي المنظمة العالمية للملكية الفكرية أم أنه بات الأمر يعود للدول بحد ذاتها؟ بكل تواضع، من يحمي حقوق الملكية الفكرية هي مجموعة طلال أبو غزالة وأمثالها، أو أبو غزالة للملكية الفكرية وأمثالها من الشركات في العالم، وذلك من خلال أن صاحب الحق المسجل حقه يطلب منا أن نتولى حماية حقه من خلال أولا تسجيله لدى الدوائر الحكومية في البلدان التي يرغب حماية حقه فيها، وثانيا بأن نراقب له إذا كان هنالك أي تعديات على حقوقه، وثالثا أن نتولى قانونيا من خلال أبو غزالي للخدمات القانونية، أن نتولى اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف التعدي على حقوقه وللحصول على التعويض اللازم. طب هل يمكن لأي صاحب فكرة أستاذ طلال أن يسجل أو يطالب بالملكية الفكرية من دون تسجيلها لدى السلطات؟ هذا الكلام له عدة تشبهات، خليني يمكن بس بشكل مبسط. فضل. حقوق الملكية الفكرية تقسم إلى ثلاث فروع رئيسية. الفرع الأول يتعلق بالعلامات التجارية، وهي تحمى إلى الأبد، تجدد تسجيلها فقط كل 10 سنوات. الأسماء التجارية وهي تحمى للأبد أيضا، وما يتبعها من ملكية لما يميز المؤسسة أو المنتج. البند الثاني هو براءات الاختراع، والاختراعات بكل أنواعها وهي كثيرة. منها الاختراع كاختراع، منها ما يسمى اختراع الأسلوب العمل، منها عدة اختراعات، اختراعات البرامج الكمبيوتر، فهذه جانب آخر. الجانب الثالث هو حقوق المؤلف، والذي بدأت سيدتي الفاضلة بأن تكلمت عنه، وهو يختلف عن البندين الأولين بأنه كل ما يحتاجه هو إيداع الاختراع لدى الدائرة المختصة لنودع ونثبت
أنني إذا أنا اخترعت أو ألفت كتابا مثلا، نعم، أضعه في مكتبة وزارة الثقافة وأخذ رقما ويصبح محميا بهذا الأسلوب فقط، فهو يحمى بمجرد تسجيله أو إيداعه. مع التطور سيد طلال الذي تعيشه أو يعيشه العالم اليوم مع عصر العولمة، هل باتت الملكية الفكرية يجب أن تتوسع أكثر وأن يكون لها إطار مختلف؟ 100%. سؤالك كثير مهم، وأنا طلبت حتى في المنظمة العالمية للتجارة، ومنظمة العالمية للتجارة كان أيضا لي شرف أن أكون على مجلس خبرائها لوضع استراتيجية التجارة العالمية، طلبت بأن هنالك نموذج تجارة جديد اسمه تجارة في الملكية الفكرية. هلا هذا البند في الفضاء، لأن كل ما صيغ من اتفاقيات حتى الآن هو في يتعلق بالخدمات والسلع المحسوسة المملوكة. هلا في أيضا هنالك حماية بسيطة فقط في مجال الفضاء تتعلق بأسماء المواقع وأسماء ما نسميه الدومين نيمز. فيما عدا ذلك هنالك نقص كبير في حقوق حماية الحقوق على الفضاء. يعني يستطيع أي إنسان أن يضع أن ينشئ موقعا ويدعي اسما وإلى أن يحسم في الموضوع يجب أن يتم من خلال مركز حزم المنازعات، ونحن نفخر بأننا أحد 7 مراكز عالمية لحسم المنازعات على الفضاء الإلكتروني. إنما المشكلة هنا كيف تثبت حقك إذا لم تكن مسجلا لاختراعك، وإذا لم يكن هنالك شيء يؤكد أن لك الحق. يعني عملية الحقيقة صعبة، فلذلك أنا أقول أن ما زال أمامنا المجال طويل، لأن بتطور تقنية المعلومات والاتصالات وبتطور صنع المعرفة والتي هي الطريق لصنع الثروة، لم يعد في المستقبل شيء اسمه صنع ثروة إلا من خلال صنع المعرفة. فبالتالي نجب أن نطور أنظمة جديدة من خلال اتفاقيات جديدة تصوغها المنظمة العالمية التجارة وتلزمنا بها المنظمة العلمية الملكية الفكرية وتلزمنا بها المنظمة العالمية للتجارة. لأنني أود أن أوضح أن أي عضو في المنظمة، أي دولة عضو في المنظمة العالمية للتجارة ونحن الدول العربية أعضاء فيها، ملزمة بتطبيق جميع اتفاقيات التي أصدرتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية. أي بكلمة أخرى، هناك اتفاقية خاصة اسمها اتفاقية الجوانب التجارية في حقوق الملكية الفكرية، التريبس كما تعرف، والتي هي ملزمة لكل دولة في العالم. سيد طلال، عندي دقيقة واحدة بعد، أود أن أسألك لماذا اختارت المنظمة أن تدعم النساء هذا العام؟ يعني كل سنة تختار موضوع. السنة كان طبيعي، وأصلا أنا أعتقد أنه متأخر. يعني نحن نشعر بأن هنالك تأخر في دور المرأة في الاختراع والإبداع، ويجب أن نبدأ، لأنه لا يمكن أن يكون هنالك زيادة في نسبة تسجيل الإبداعات إذا لم يكن هنالك سيدات تقوم بالإبداع. فالتركيز يجب أن يكون على أن نشجع المرأة على الاختراع والإبداع. وأود أن بهذه المناسبة أن أعلن أننا نحن في مجموعة طلال أبوغزاله سنطلق في سبتمبر برنامج جامعي، كلية جامعية تختص بتخريج المخترعين. نحن لن نعلم طالب ليأخذ شهادة تعلم، سيأخذ شهادة اختراع، وإذا لم يخترع بعد 4 سنوات من تدريبه على الاختراع لن يتخرج. التخرج شرطه أن يقوم الطالب، وهذا نموذج فريد من نوعه في العالم. شكرا جزيلا لرئيس مجلس إدارة أبو غزالي للملكية الفكرية طلال أبو غزالي على المشاركة معنا في سكاي نيوز عربية الليلة من عمان.